أستاذ عزت أمين، حضرتك كنت مسؤول فترة طويلة عن خط المنتحرين الساخن في مصر، وحضرتك كنت بترد على مكالمات الراغبين في الانتحار. بالظبط، بي فريندرز كايرو. أنا كده فاهم صح؟ صح. فأي حد كان عايز ينتحر وعارف رقم الخط الساخن كان بيتصل بحضرتك ويحكي لك مشكلته كامله. مش انا بس، وحضرتك والزملاء يعني. تمام. فسيادتك عندك خبره كبيره دلوقتي في التعامل مع المنتحرين. انا النهارده كمواطن كائن طبيعي، لما اعرف ان صاحبي او زميلي او جاري او قريبي بيفكر في الانتحار، اتعامل معاه ازاي في نقط 1 2 3؟ اولا ما تستخفش بالموضوع ده خالص، ان هو ممكن يكون بيتكلم جد. تمام. تاني حاجه، ما تدروش نصيحه. اتوسل اليكم ما حدش يدي لحد يفكر في الانتحار اي نصيحه. انت ممكن تقول 60 ده، وفي امثله كتير قوي حصلت للموضوع ده، انك انت بتديله نصيحه ما تدروش انت ما انتش احكم منه قوي كده عشان خاطر تنصحه. ما تقولوش الانتحار حرام، هو عارف المعلومه دي، ما تقولوش حاجه هو عارفها يعني، ما تقولوش انت هتموت كيف، هو عارف يعني. اسمعه، في اللي هو بيسموه الاكتيف ليستنج، الاستماع الايجابي، يعني انت بتسمعه خليك رحيم وعندك ذوق شويه وهو بيتكلم، يعني تقعد تقول بقى انت عايز تنتحر، ما تضحكش الموضوع ممكن يتكلم جد، هو عايز حد يسمعه. ما تنصحوش. تمام. ما تنصحوش خالص باي حاجه، يعني ما تقولوش مثلا طب ابعت لها مسج وهي ترد عليك، طب ما انت ممكن تقدم في شغلك، ما تقدموش حاجه، هو عارف، هو حل مشاكله نفسه. يعني اسمعه وما اقدملوش نصيحه. بالظبط، تسمعه ما تستخفش الاول بالموضوع، هو ممكن يكون بيتكلم جد. تمام. تسمعه كويس جدا، ما تديلوش نصيحه، وما تقولوش ما تستخفش وتستهين بمشكلته. تمام. يعني اخد الموضوع بجد، ما استخفش بالمشكله، اسمعه وما اقدمش نصيحه. بالظبط، الاربع حاجات دول. يا ريت. تمام جدا، ألف شكر.